الأهلي النهارده بيعلن عن صفقة جديدة وقوية لتدعيم فريق الكرة الطايرة، وبيعلن الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي عن التعاقد مع سيف عابد لاعب الكرة الطايرة بنادي الزمالك والمنتخب الوطني، واللاعب أوضح إنه وقع على عقود الانضمام للأهلي لمدة 4 سنين في إطار تدعيم الفريق. قال سيف عابد في تصريحات له إنه لم يتردد أبدا في الموافقة على عرض النادي الأهلي اللي فضلوا على عدد من العروض الأجنبية خارجيا وخليجيا لرغبته في كتابة تاريخ جديد له مع اللعبة زي ما قال. وقال إنه التواجد مع الأهلي شرف كبير لأي لاعب، لأنه النادي الأفضل في مصر وأفريقيا. قال إن أنا تلقيت رسائل دعم من الجميع حتى من ألعب في نفس مراكزهم، وقال إن الأمر ده بيمثل لي كتير جدا. الحقيقة وقف كمان عنده جزئية إنه النجم الكبير أحمد صلاح كان أول من استشاره عشان ينتقل للأهلي، رحب بيه وقال أنا بصراحة يعني أحمد صلاح ده مثل الأعلى، من وأنا صغير ببص لأحمد صلاح إنه أسطورة في الكرة الطايرة، فإن أنا أكون جاي ألعب في نفس المركز اللي بيلعب فيه صلاح ويرحب بيا ويقدمني ويدعمني، دي كانت مسألة مهمة جدا عندي. أهلا بأي وافد جديد إلى النادي الأهلي، نتمنى أن نرجئ التهاني إلى بعد الظهور يعني بالشكل اللي احنا متوقعينه بإذن الله، يشعر أن الأهلي أضاف إليه ويضيف إلى الأهلي. وأصل خريطة الكرة الطايرة على مستوى الرجال والسيدات، عشان اللي بيقول لك الأهلي ونعود، المهم يعني شهدت تغييرات كثيرة جدا نتيجة الخريطة. الانتقالات شهدت يعني على مستوى الرجال والسيدات انتقالات ما كانش حد يتخيلها من سنتين، مين يجيب على الأهلي ويروح للمنافس والعكس. فدعونا ننظر، لأن حتى على مستوى الجهاز الفني هناك تغيير في مدرب أجنبي، في يعني الكابتن حمدي الصافي أعتقد أنه هو اللي المدرب العام معاه أو بيعاونه، في تدعيمات جديدة وفي ناشئين بيتم تصعيدهم وفي صاعدين تم ترسيخ أقدامهم. أيوة. فدعنا ننتظر، يعني عايزين نستمتع تاني فرقة الأهلي المسيطرة والمهيمنة.